كتلك الوردة التي تخاطبه يوشك أن يهزمه الجفاف، يعصر العمر كالوردة الزابلة. ويستدعي الحديث عن الورد الحديث عن الشوك، والذي يحمي الورد من عبث العابسين فينصه قائلا: صن سر قلبك، لا تفتح الباب كي لا تدوس على جرحك القافلة، إن البوح هلاك. ولذا تحتم عليه أن يقصد كل النوافذ والأبواب، ويجي حديثه مع الحبيبة بالغربة والاغتراب معا: من أنا ومن أنت؟ هل نحن رجع الصدى من زمان الغناء؟ وقوله: غريبان نحن، فمن يمنح القلب تذكرة للرجوع. وهنا يتضح زيف المشاعر والوهم والتي أنفق فيها الشاعر عمره حين يخاطبه قلبه معاتبا: أتعبتني في انتظار الذي لا يجيء، وبددت عمرك لم تلق إلا السراب الذي يخدع الروح والأوجه القاتلة. وتتجلى حيرة أخرى من حديثين، أحدهما للرمل والآخر للجبل، حين يحيله الرمل على الجبل: لا تتشابه، وكن جبلا لا يبالي بخطو الليالي وأحمالها المثقلة، ولكن الجبال بحملها تنوم: تعبنا ألم يحن الوقت كي نستريح. ولكن رحلة الشاعر لما تنتهي بعد فترسل له القطارات رسالة فحواها: درب على الفقد قلبك كي لا تفاجئه بالرحيل المحطات. وكأني به يستعيد حديث المسافات، فالقطار يوغل به في البعد الزمكاني لرحلته: عوده أن يقبل البعد في اللحظة الفاصلة. فالمحطات كما تحكي هي عن نفسها: أنا محض وهم، لكي تخدعوا نفسكم بانتهاء الرحيل، فكل محطة هي فاصلة زمانية ومكانية معا بين رحيلين ما كان ما سيكون. ويأتي الحديث الأخير للموت، وهو المهيمن على النص من أوله إلى منتهى: إن كل بعد موت، وكل رحيل موت، وانتهاء كل محطة موت، كما أن ذهول الأزهار موت. وها هو الموت يجلس قابعا في انتظار نهاية تلك الرحلة الطويلة: أنا في انتظارك، أعددت حفرتك المستطيلة، ثم استرحت على مقعدي كامنا في شقوق التفاصيل، منتظرا نهايتك المقبلة. إنه الموت قابعا يطالعنا عن كثب، يترقب خطانا منتظرا اللحظة الحاسمة التي ينقض فيها علينا، مزدلا الستار على رحلة المسافات الطويلة والتي أبحر فيها الشاعر من خلال بحر المتقارب، قارب فيها بين الكائنات التي تعيش في عالمه وواقعه، مجسدة من مجموع أحاديثها معه رحلة عمره. لقد حضرت الكائنات كمعادل موضوعي للشاعر، فهو المتحدث والمتحدث إليه. ومن خلال بناء التضاد المتناثرة عبر النص، شيد الشاعر بنيان هذا النص الذي تتصارع فيه الكائنات والكلمات على مسرح القصيدة، ما جعلها عدوا سريعا تمثل في سرعة بحر المتقارب، زاد منها القبض مغلبا الحركات على السكنات ليزيد من سرعة اللهاث، راقدا بالقصيدة من مبدئها إلى منتهاها في رحلة بدأها بالبحر بما يمثله من فضاء لا نهائي، وانتهى بها عند الموت بما يمثله من السكون والعدم، فيحط الشاعر رحاله ويخلد للسكون.